المستجد هو أنه بعودة المغرب إلى إفريقيا بإنشاء جسور التنمية والثقافة والسياسة والاقتصاد يطرح بحدة أي دور للمحامين في هذا التوجه الجديد للدولة المغربية. ثم هل بإمكان المحامين أن يلعبوا أدوار في إطار الدبلوماسية الموازية للطرف من أجل قضايا، لا أقول فقط قضية الوطنية بالأولوية من طبيعة الحال، ولكن جميع القضايا الحقوقية والثقافية والسياسية والإنسانية التي تتعشها القارون لتنقل لإنفتاح على العمق الإفريقي أيضا. هذا غير نموذج، لأن حتى العمق العربي بقيت يتسنى الإنفتاح عليه، العمق الأوروبي العمق الدولي بشكل عام اختارت هذا العمق الإفريقي بالنظر لمجموعة الارتباطات وأيضا المستجدات اللي تجعلنا أننا نطرحوه بالأولوية. من ضمن هذه الأولويات أيضا هو التوجهات ليس فقط المغربية وإنما الدولية كلها هي تجاه هذا العمق الإفريقي من طرف اقتصاد العالمي أو الدولي بشكل عام. ستعرفوا بأن الصين، روسيا، أمريكا، أوروبا أصبحت القارة الإفريقية بمثابة واحد الميدان أو لواحد المجال اللي يكون شبه أنه يعني يلقى فيه نصيب. وفي هذا السياق تنخرج به بأن المجال ديال الاستثمار والاقتصاد ليس كله مجالا للسلع والخدمات والسلع والبضائع، إنما هو أيضا مجال للخدمات، واللي في المقدمة ديالها خدمات تقدمها هيئة المحامين. أين يتم وقع المحامون في ظل كل هذه الخريطة؟ الصين داخل مثلا إفريقيا بمكاتب المحاماة، كيتقولوا طريق الحرير ماشي عمره ما كان فقط طريق ديال السلع، ولكن ايضا خدمات. شركات تجيب المحامون ديالها والى اخره وتدخلوا تيقطعوا السوق، وبالتالي حتى الخدمات تتولي من طينه معينه. حنا في المغرب هذا القطيع اللي كاين ما بين التوجه ديال الدوله في العمق الافريقي والخدمات ديال المحامون، في هذه القوه الخيط الرابط او الناظم اللي ممكن انه يجعل مهنه المحاماه تستفيد من اولا من التوجه ديال الدوله نحو العمق الافريقي، وايضا تستفيد الدوله من خدمات المحامون. اقول المحامون ليس فقط كافراد كمهنيين، وانما كاطارات كمؤسسات. لا تعرفوا جميع الدور ديال هذه المؤسسات اللي ستلعب في افريقيا. لكم فقط ان تطلعوا على التقارير ولا المؤتمرات وعلى مجموعه ديال الوثائق التي تصدرها الاتحادات والنقابات المتعلقه الخاصه بالمحامين في افريقيا ومواقفها من قضايانا الوطنيه ومن قضايانا الحقوقيه ومن قضايانا السياسيه، ونحن غائبون عن هذه المنتديات. اطرح هذه التساؤلات لأخلص إلى أن أي تفكير في قانون المهنة لا يمكن أن يكون في معزل عن هذه الإشاعات. أنا الأوان أن يكون هذا المنهج التشارفي الذي يشير إليه السيد وزير العدل منهجا شاملا لا يقف فقط عند حدود اختصاصات النقيب، اختصاصات الجمعية العمومية، اختصاص مجلس الهيئة، التأديب، مجلس وطني المحاماة أو الهيئات الأخرى، وإنما أن يتجاوز هذه المواضيع إلى موضوع أهم هو أي تصور للدولة في مجال المحاماة. شنو هو التصور لمهنة الدولة؟ كيف تتصور الدولة مهنة المحاماة؟ في ظل القانون الحالي تصور الدولة لمهنة المحاماة هو واضح ومدخلاته في المادة الأولى. مهنة المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة.
عدنا، والمحرمون في هذا الاعتبار جزء من اسره عدنا او من اسره القرن. هذا جزء من اسره القضاء التي لم يعد لها نهائيا اي موقع في التوجهات العامه الدوليه لمهنه المحاماه. المعايير الدوليه لمهنه المحاماه واضحه، ما غاديش نسقطوا في الخصوصيه المغربيه حتى في مهنه المحاماه. مهنه المحاماه تمارس دوليا بمعايير مضبوطه معروفه. يكفي الاطلاع على اتفاقيه هافانا لسنه 1990، هي واضحه في علاقه الدوله بالمحامين وبهيئات المحامين وبالرابطات وبالاطارات النهائيه للمحامين. هذه كلها مستويات متنوعه ومختلفه ينبغي ان تكون موضوعه اهتمامتنا، ونحن بصدد مناقشه اي مقترح او مشروع يتعلق بهذه المحاماه.